Tokatım oldum tarumar, oldum apıstamım sonunda burra. Boşluklar uzanır sonsuz oldu ya, zor koşullar usandım oyun amışta. Yok korkumda bulandım oldukça suça, borcum var utanıyorum kurda kuşa. Koğuşta tur atıyorum bu nelemde, yok oluştan kurtarıyor muska duane. Tanrının planı nedir hakkımda benim? Cennet mi cehennem mi, yazgımız firar mı, gelir karşıma geçmiş. Yerle bir her şeyim, yalvarırım bari sen imdadıma yetiş. Atlasım evlenim, sapıtmış insanlık ey. Allah'ına şaşırmış insanlık, hayra alametli. Doğal bir askeriydik arıyorum, ihtişamlı bir alanelik. Milyonlarca yıldız içinden bir tanesinde yaşıyorum, varım yok maharetim. Adım zor okunuyor, kokuyor ama soluyorum, korolumsuz hayallerim. Yokluyor arada kehanetim, olmuyor yapmaya cesaretim. قتلت المديرة نهال وأنا شفتها بعيوني. لا، هاي الأدلة يا دينيس. وهي إفادة شيدام. وقتها كنت متخبية بالممر، ووقتها عزراء كانت عم تركض. بعدين ضربت المديرة نهال بالسكين. ليش يعني ليش؟ ليش حضرتك بوقتها ما حكيتي؟ ما فهمت ليش سكتتي كل هالوقت هاد؟ استنيت لحتى أطلع من السجن لأني خفت عزراء تأذيني وأنا هون. أذى شو بالله؟ هاد ملعوب منك مو هيك؟ آه؟ هي لعبة جديدة مزبوط؟ ليكي فيكي ما تصدقي يا دينيس، بالأخير رح تبين ورح توضح الحقيقة للكل. عزراء ما بتساوي هيك ماشي؟ عزراء مستحيل تساوي هيك شي، ما بصدق. الأدلة بين إيديكي هلا. بما أنك انحبستي بدالها وأنتي بريئة من التهمة وخسرتي بنتك، فالمفروض أنه تتعاقب على الشي اللي عملته، ما هيك؟ فيك تعاقبيها بالوقت اللي بدك اياه اذا بتحبي. طبعا كذب. تعالي
يوميتها كان في فوضى وأنا تخبيت عند الممر وشفت عزراء كايا وهي عم تركض بالممر وشفت عم تضرب المديرة نهال بالسكين وبشهد بهالشي إذا اضطر الأمر. بشهد إنه عزراء هي المسؤولة عن قتل المديرة. مستحيل. شو يا حلوة؟ مستحيل. ليه مزعوجة؟ ولا شي. زيرين زعجتك شي؟ نوب عزراء. طالع شم شوية هوا. مرحبا أرهام، أنا دينيز بدي أطلب منك شي. أهلين دينيز، قولي شو المطلوب؟ فيك توصل للملف تبع قضية قتل نهال؟ خبرني إذا فيك، وبالذات لتقرير المشرحة وتقرير الشهود إذا فيك. خير دينيز، شو هو الموضوع؟ وشو بدك تعرفي عنه؟ إذا ممكن بدي أعرف كل شي بتقدر دينيز. عليه أرهام، كل شي. زيرين خانم بدها تشوفك ضروري، ما تتأخري. تمام تمام، شكراً أرهام. عفواً. طلبتي تشوفيني. خبريني دينيس، أخذتي قرار شي؟ أنت إلي لقرارك. رح أحكي بوضوح وبصراحة، ما بيهمني وما بيعني لي من اللي قتل المديرة، وما بيهمني عاقب عزراء، خاصة إنه مو من مصلحتي إنه تطلع. بس لا تنسي إنه هي كانت سبب بموت بنتك، فكيف حتسمحي لتطلع؟ نقليني من هذا القسم. ناوية تهربي يعني؟ نقليني على القسم جي. من كم يوم لسه خربت الدنيا فوق راسي لأني حاولت انقلك على غير سجن. شو صار؟ عائلتكن خربت هلا؟ أنا قدمت طلب. ايه طيب، على راحتك. والله كأنه مفتح مخك. ايه برافو، هي حذرتي. هلا النبات. هلا وقف لحظة. شو قصتك؟ شوفي شو صاير معك؟ ليش مكركبة هالقد ومزعوجة؟ ليه عم تاخدي غراضك من هون؟ لأنه أنا انتقلت عزراء. شو يعني انتقلتي دينيز؟ ليش؟ حابة انتقل من هون لتكون زيرين ضايقتك بشي. لا أبدا. لك وقفي. خلص تركيني دينيز. إيه؟ تعي لهون. شو قالت لك زيرين؟ هددتك بشي؟ خلص تركيني. عم قلك تركيني. خلص دينيز فهميني. شوفي دينيز احكي. حلي عني عزراء، ما تخليني اذيكي. خلص روحي. دينيز ديمير طلبت تنتقل، حضرتك موافقة؟ لا ما عاد في داعي. حاضر. تعي لهون لشوف. تعي لهون فهميني شو عم يصير معك. يلا احكي شو القصة. انتي قتلتي المديرة؟ كيف؟ كيف؟ ايه انت شو عم تحكي؟ انت شو عم قول؟ مو قلتي شو عم قول؟ يا ربي انا ما عم صدق. خدي هاي شوفي. ري يا عزرا قولي لا، مشان الله قولي لي لا. قولي إنك ما قتلتيها. قولي لي إنك ما عملتي هيك وما كذبتي علي وأنتي عم تطلعي بعيوني. معناته الحكي صح. الله يلعنك، الله يلعنك. أنا اللي قتلتها. لا مستحيل مستحيل.
أنا قتلتها وبعدين ركضت، بعدين هربتي وسكتتي كل هالوقت مو؟ إيه صح. عن جد؟ معك حق، بس أنا ما كنت قاصدة أقتلها، أنا هربانة طلعت بوشي قتلتها بالغلط. وأنا ليلي عزراء، أنا شو ذنبي؟ أنتي قتلتيها بالغلط، بس بعدها كان فيكي تعترفي بالغلط. ليه عملتي هيك؟ كيف عملتي هيك؟ أنا انرميت كل هالوقت بالسجن بسببك، وكمان فقدت بنتي. ماتت بنتي بسببك، ليش هيك عملتي؟ ولك ليش؟ ليش وكيف قدرتي تعملي فيني خلص هيك؟ خلص كيف؟ لك خلص بس معيني شوي بكفي. ما بدي اسمع منك شي. أنا ما كنت عارفانة شو بدي أعمل، صدقيني أنا بريئة من الموضوع. أنا كنت بدي أهرب بس والله هي. أنت ما بتكلم نوب يعني؟ بس فهميني شلون قدرتي تعملي هيك؟ كيف قدرتي تساويها؟ لك أنا بنتي الوحيدة من وراكي ماتت. دينيز بنتك ما ماتت بسببي أنا، إيجام كانت مع قلبه هو. سدي حلقك. لما أنت فتي لهون على السجن بنتك كانت مع قلب من قبل. دينيز هي ماتت بسبب قلب. والله حاجة تلومي حالك على هذا الشي بقى. بس أنا كان فيني إنقذها، أكيد كان فيني إنقذها. كنت رح أعترف بالجريمة لو طلع عليكي حكم. وشو يعني هالحكي؟ قلي لي عزراء، المصيبة مستحيل أقدر شوفك عدوتي. ما كنت بعرف إنه رح نوصل لهون دينيز، والله ما كنت بعرف. أنا شو عرفني إنك رح تفوتي على السجن وإنه بنتك رح تتعرف على هذا قلب وإنه رح يقتلها؟ أنا شو كان عرفني هيك رح يصير طيب؟ أنا ضربتها لنيهال بالسكين، بس لما هربت كانت لساتها عم تتنفس. خلص ما عاد تحكي لي شي، بكفي. من هلأ رح نرجع غربة مثل ما كنا أول ما إجيت، ولا تسمعيني صوتك. عزو، شوفوا الموضوع حيضل سر بيناتنا، تمام؟ يلي سمعتوه رح يضل سر بيناتنا، فهمانين؟ صدقوني إذا سمعت إنه اللي صار طلع لبرا، فصدقوني صدقوني رح أخنق اللي حكت بإيدي هدول وأقتلها، بقتلها. آه.
مراد؟ شايفتك هون؟ ايه كنت عم زبط موضوع بطاقة الائتمان لهيك اجيت على المكتب. طيب نحن محتاجين السجل تبع المستوصف، اجيت اخده. هو فيك تلاقي لي اياه؟ ايه طبعا بيكون هون، لحظة بس. لا هذا قديم كتير، لشوف هاد. ايه يمكن هاد، ايوه هذا هو. ها ليكني لقيته، تفضلي. شكرا مراد. تكرهي. ايه بشوفك. ملكم كنتي جاي لعندي؟ ايه صحيح، هذا هو الملف. تمام، هذا بس للسنة الماضية ما؟ ايه هو في شي صاير؟ ايه في زيرين خان. مراد كان فاتح ملفك زيرين خان. ملفي أنا؟ ليش فاتح ملفي مراد؟ على شو عم يدور؟ يعني ما بعرف على شو، بس الحقيقة هو سألني كم سؤال بيتعلقوا فيكي، وكمان سأل عن إيفار، هي السجينة اللي انتقلت من عنا للسجن تاني. وشو لسه؟ واليوم لما فتت على غرفة الملفات شفت إنه كان عم يدور بمعلوماتك، لهيك قلت لازم تعرفي بالموضوع. ايه تمام، شكرا لإلك. أوه بنات. ايه معلمتي. خبروا الكل، خليهم يجهزوا المصاري بسرعة، وصلت البضاعة لأنه ايه، وقولوا لهم إنه التقسيط عندي ممنوع، بيدفعوا المصاري وبياخذوا غراضهم. نحن بأمرك. وكمان بتقولوا لهم للكل إنه هلأ قدرة المعلمة رجعت، ورجعت بقوة. نشكر الله معلمتي. لنشوف هلأ شو رح يصير. ألو حضرة المدير؟ مرحبا، أنا مديرة سجن النساء بإسطنبول زيرين شاهين. أنا منيحة شكراً لإلك. وحضرتك؟ الحقيقة أنا بدي أحكي معك بخصوص سجينة موجودة عندكم، آيفر أوسوي. إيه صح، هي من عنا. إذا ممكن فيني أعرف أسماء الناس اللي زاروها بالفترة الأخيرة لو سمحت. شو رح يصير فينا لسه؟ دودو بكفي، خلصنا بقى، رح نفهم من عزراء. وليش لهلا ما خبرتنا بشي أبدا؟ ما بعرف، بس أكيد عندها سبب داريا. شو؟ قلتي لي أكيد عندها سبب، وهي البنت اللي اتهموها أنه قتلت نهال مو حرام يعني؟ نهال هي كانت المديرة ما هيك؟ من فترة صار تمرد بالسجن وانقتلت المديرة. عن جد ما عم صدق أنه عزراء اللي قتلتها، بس هي اعترفت بهالشي. ها بكفي بقى، فهمنا، لازم نروق شوي. بعدين مو عأساس هي القضية تسكرت ومشي حالها؟ ليش رجعت مفتحت هلأ؟ لك خلصنا الموضوع، صار ومضى، شو لازم نعمل هلأ؟ اتنيناتهم فاتوا لقوتهم وما عاد طلعوا بالمرة. كيف يعني؟ هلأ دينيز تحاسبت على جريمة عزراء؟ ايه صح، بس هي أخدت براءة آخر شي. ايه أخدت براءة صح، وقتها بعدتها بالسجن ابن قدرات قتل لبنتها. دودو انتي جنتي شبك، ما أساساً الحيوان قالب ابن قدرات كان حاطط براسه إيجام وتعرف عليها بالزيارة أول ما أجت دينيز، كلنا بنعرف هالحكي. صح ايه بعرف، بس شو عرفني هذا الكلب هو سبب بموت البنت؟ تماماً هو السبب دودو، هالواطي هو اللي قتل إيجام، عزراء ما دخل بالموضوع هاد. الله يلعنك يا قلب، كل شي صار فينا من وراء لهالواطي أساساً. يعني لو هيك المفروض ما تخبي علينا عزراء. وشو عرف أنه رح يصير هيك بوقتها؟ بس دينيز انظلمت، كان لازم عزراء تعترف. وانت شو دخلك بهذا الموضوع؟ بصفتك شو عم تحكي؟ لسا مبارح اجوا عم يتدخلوا ويحكوا، سكروا سيرة. حسرات هدي لي أعصابي. بالله، وشو بصير إذا مهديت داريا؟ حسرات داريا؟ يعني مو ناقصنا غير تتقاتلوا انتي وياها. اسمعوا مني، ما عاد بدي اسمع حدا عم يحكي بهذا الموضوع، عم تفهموا يا بنات؟ رح يضل سر بيناتنا تمام؟ خلصنا بقى.
زيرين خانو، أهلا وسهلا. بتحبي تشربي شي من عنا؟ شكرا دودو. دينيس، شو هاد؟ ولا شي، أنا كنت عم أتسلى وأرسم مشان يمرق الوقت. ممتاز. ما رح نقدر ننقلك من هون لأنه ما في مكان بالقسم شي حاليا. تمام، مو مشكلة، وأنا ما عاد بدي أصلا. قررتي ما تهربي مو هيك؟ إذا عندك حلول أو طلب تاني. لا شكراً إليك. ماشي. دينيس، ممكن فوت؟ تعي. جبت لك معي قهوة. يسلم. كيف صرتي؟ منيح، أو بالأحرى عم حاول كون منيح. أنا لو كنت مكانك كنت دمرت هالسجن على راسهم. إذا دمرته شو بيصير؟ كيف صار هيك عازو؟ يوم اللي صار التمرد من بنات قدرت راكدة وراي بلا شعور، وقتها درت وضربتها بالغلط. عزراء، فهميني ليش ما خبرتيني لحد اليوم؟ شو كان رح يصير لو خبرتك؟ كنت ورطتك بالموضوع انت كمان، وانتو مو ناقصكم مشاكل بسببي. اساسا وقت اجت دينيز لهون كانت مثل الملاك، ما فكرت إنهم رح يتهموا ابنه، ولهيك تفاجأت. وبعدين فكرت بيني وبين حالي وصرت أقول معقول يعاقبوها لإلها. إيه بس هي ما تعاقبت. أنا خيبت لك أملك فيني، ما هي؟ لا، أنت حبيبتي وروحي يا عازو. فكرتي إنه غلاوتك بقلبي رح تنقص لأي سبب معقول؟ ليك، لو إنه نعاقبوا دينيز أو غيره كنت رح أقدم هذا الاعتراف. أنتي كتبتي اعترافك؟ طيب عازو، بس تاريخ قديم كتير. من 2018. ضميرك ما بيتحمل حدا يتعاقب عنك، ما هيك؟ والله الوقت يعني مر علي كتير صعب يا حسرة. ساعدنا دينيز وحاولنا نجمع ببنتها لتشوفها، بس أنا رحت وخيبت لكم أملكم كلكم فيني. والله ما كان بدي هيك يصير. أنا بعرفك منيح، لو حدا تحاسب كنتي رحتي على حبل المشنقة برجليكي متأكدة. والله يلي صار مانو بقصدي. بعرف أختي، أنا بعرف. أي بعرف، متأكدة. أنا رح أتصرف. حسرات، لا تروحي. حسرات، أختي دينيز،
القصة مو مثل ما مفكرة. شو هالورقة؟ عازو كتبت اعترافاتها من زمان ليكي، بس مشان ما تتعاقبي انتي ومشان تحميكي. خدي شوفي التاريخ، طلعي هذا نفس تاريخ التمرد، اقريه. بس قدرت تحميني شي؟ خلاص انا عن جد ما بعرف شو لازم اعمل. وقت تتعرضي للخيانة من شخص غالي ما عاد تعرفي شو الاحساس اللي جواتك، ما هيك؟ حسرة الإنسان وقت قلبه يبرد ما بيرجع مثل قبل. يا ريت لو عزراء اجت وقالت لي شو صار، يا ريت قدرت أقول للي خبرني أنا بعرف هالشي، يا ريت قدرت أقول. دينيز اسمعي، أنت كأنه نسياني إنه نحنا بسجن. على الأغلب بفهمتي الموضوع هلأ، إنه إذا ما قدرتي تحمي حالك ما رح تقدري تحمي غيرك، ووقتها حتى الناس اللي معتبرتيهم صاروا عيلتك رح يموتوا كلهم. يعني بمين فينا نوثق نحن؟ ما حدا. شو عم يصير هون؟ يا لطيف مثل ورق الشجر اللي طيرتهم الريح وبعدتهم عن بعض، ليش متقسمين هيك؟ شوفي ما كنتوا كتير قراب من بعض، والله فهمناكم غلط. خلاص اخرتي قدرات. اسمعوا، اللي ما قدرت تلاقي مكان هنيك تيجي لهون لعنا فورا، نحنا جوات قلوبنا منحطة. تفضلوا يلا. تعي بنتي. دودو تعي تعي يلا تعي. شو عم يصير؟ هيك بدكن تعدو؟ مو مزبوطة، نحنا متعودين نقعد سوا. ليش الكل قاعدين بعض عن بعضن دودو؟ ما بعرف بنتي، اسأليه شوفي شو بيقولوا لك. دينيز قليلي، ليش هيك قاعدين بعض عن بعض؟ أحياناً الناس بيحتاجوا إنه يقعدوا بعض عن بعضن. يا روحي، السنة الماضية أرمان كسرت لي لعبتي الحلوة ويلي بحبها كتير. أنا كمان رح قلها إنه أحياناً الناس بيحتاجوا يقعدوا بعض عن بعضن. يا روحي يا عمري. أوه مديرتنا، أهلا وسهلا. إجت المديرة. صحتين وعوافي للكل. حسرات خلصي أكل وتعالي على مكتبي. شو في حسرات؟ ما بعرف، هلأ ببين. مرحبا أوكتاي. عود شوي، لازم نحكي بموضوع لو سمحت. طول بالك. برأيك إذا قعدتي شرحتي لي كيف اتهمتيني بالقتل رح أفهمك فوراً؟ ما والله حلو. ليك أنا أكيد ما بدي إياك تتعاقب بنوب، يعني أنا عن جد ما كان هذا هدفي أوكتاي. وشو كان هدفك أوزلام؟ احكي. ايه طيب، بس لحظة. لا تعصب. بعدي انتي، لك لحظة، انتي طلعتي تماماً شي تاني. يعني أنا ما بعرف شو شفت فيكي، بتصدقي؟ أوزلام انتي ما عندك شخصية بالمرة، ما إلك قيمة حتى. كل شي بتعمليه انتي بتعمليه بس لحتى تنالي الرضا وبس.
بدك تاخدي رضا أمك ورضا المشرفين عليكي والمديرة كمان. أنت كل همك رضاهم، أنت ما عم تعيشي كرمال حالك. ما في شي بيجمعنا بعد هلأ. مثل العادة وقت تسمعي الحقيقة بتبلشي بتبكي فورا. بس ببشرك الفترة اللي قدرتي تخدعيني فيها خلصت. خاطرك أوزلا. فوتي حسرت. عادي هون. قانون العقوبات التركي المادة 188، من يبيع المواد المخدرة أو المنبهات أو ينقلها أو يخزنها أو تتواجد عنده يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات. تعرفي شو معناته مو؟ شو في يعني على الأغلب؟ إنه أي حدا ما عنده شرف وضمير ببيع مخدرات فرح ينسجن 10 سنين. بس ما لي علاقة بهالمادة، لأني أنا ما عملت هيك شي. لا تكوني واثقة. ليكي زيرين خانو، مو أنا اللي حطيت هداك الكيس تحت تختي، واضح الكلام؟ ما عملت هيك شي بكل حياتي، أنا ما إلي علاقة بهاي الأمور، ما إلي علاقة نهائياً. السجن في ناس بيضلوا ينكروا الجرائم يلي عملوها. يا حسرت، القاضي وقت يحكم بيشوف الأدلة اللي بين إيديه، مو يلي عم تقولي أنت. ليكي، أنا ما بدي لا أنت ولا أي حدا هون تاخدوا عقوبة إضافية وتعفنوا بالسجن. إذا قدرنا نتفق وقتها بشيل على جنب هذا الملف. ما بتتحاكمي يعني؟ نحن على شو رح نتفاهم مثلاً؟ قليلي، أنتي لازم تضحي. هلأ بدك تضحي بكم شغلة؟ يعني شو قصدك؟ بشو لازم ضحي؟ بدك تتخلي عن أقرب شخص لقلبك، مثل أنك تعطي شهادة ضد هذا الشخص لما يجي الوقت المناسب. بس هيك. يعني الكلام اللي عم تقولي منطقي والله. تمام، هذا هو كلام العقل. ليكي، أنا من النوع يلي ما بفهمها عالطاير يا زيرين خانم، بس بفهم كيف يكون عندي ضمير وشخصية قوية وعندي شرف وكبرياء. كل هدول أنا بعرفهم منيح. كمان بكلام العقل هاد، لو مهما كان التمن مستحيل إنه بيع رفيقتي المقربة لو شو ما كان الظرف. ماشي، هذا معناته إنك حتنحبسي 10 سنين هون. والله لقلك شغلة، مو 10 سنين، أنا بختار انسجن 1000 سنة وما بقبل بيع رفيقتي اللي مثل أختي وعايشة معها. فبدل ما عايش عمري بلا ضمير وبلا كرامة بضل نايمة بالسجن ولو مؤبد، وأنا رافعة راسي ومبسوطة ولو شو ما صار، لأنه أنا هيك تربيت ببيتي. عم تفهمي حضرة المديرة؟ شو في قدرات؟ شو بدك مني؟ حبيبتي ملتا، بدك ندخل بالموضوع فورا بدون لف ودوران؟ تمام، مندخل. شو صاير بين دينيز وعزراء؟ بتعرفي على شو مختلفين؟ بيعدوا بعض عن بعض وقت الاكل وبيسمعوا حكي لبعض. شوفي قليلي شو يلي صاير بيناتهم. وشو بيعرفني انا قدرات؟ ما بتعرفي مو؟ اي روحي اعرفي. شوف، انتباه انتباه، جميع السجينات العاملات في الحديقة يبلشوا شغل. ايبك
خبريهم يجهزوا حالهم، رح نروح نتسوق اليوم. يلا يا بنات اشتغلوا، ما بدي كسل، اشتغلوا بسرعة ورجوني النشاط لشوف. نحنا منحب الورود، نحنا حماة الطبيعة يا حلوين. يلا عدوا عدوا الشجرات معي لشوف، هاي شجرة واحدة وهي شجرة تانية كمان وهي شجرة تالتة. خلص قدرات خليكي بشغلك. عم نشتغل لكن شو؟ صحي هذا اللي اسمه سايفو قال الأمور روا، عم يقولوا مشي الحال، بس كيف رح ناخد البضاعة والحرس فوق راسنا؟ معلمتك قدرات بتلاقي حل دائما مثل ما بتعمل بالعادة. كل العناصر يروحوا على غرفة الاجتماع. شو هذا هلأ؟ اجتماع شو بهالوقت؟ قوم لنشوف. شو نساوي؟ وهي راحوا الحرس. يلا بسرعة نزلوا البضاعة، يلا تحركوا بسرعة، يلا اشتغلوا لشوف. يلا يا بنات نحنا شو عم نساوي؟ عم نحمي الطبيعة والورود، لأنه نحنا منحب الخضرة والشغل بالأرض كتير. أنا طلبت الكل حتى أعرفكن على زميلنا الجديد اللي انضم لفريقنا اليوم، إياس جاكلار، تعين بمؤسستنا، وأنا حابة أقول له أهلا وسهلا قدام الكل. أهلا وسهلا فيك. شكرا يا خانم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم وشكراً لإلكم. الحقيقة بيسعدني أني أشتغل معكم بهالسجن، وخاصة مع مديرة مميزة ومجتهدة مثل زيرين خانم، والحقيقة سمعت كتير قد هي حدا ناجح بشغله، وإن شاء الله رح نشتغل ونتعاون مع بعضنا طبعاً بقيادة مديرتنا. فيكم تروحوا على شغلكم هلأ. وانت كمان. حاضر خانم. شو يعني زيرين خانم جمعتنا بس لحتى تعرفنا على عنصر جديد؟ هالرجال بيحكي كتير. لا هاد مختلفة قصته، الواحد بياخد نفس بالأول بيراقب الجو كيف، بعدين ببلش بهالحركات. بس أخونا عم يجامل من أول لحظة، بلش يجامل المديرة قبل ما يبرد عرقه. ماشي منشوف بعدين. يلا يا بنات حاشت التهو، نحنا ما عم نرقص هون، عم نشتغل. عديتوا الوردات مو؟ الوضع تمام إبا؟ إيه معلمتي إيه، كل شي تمام. اشتغلوا اشتغلوا. ايه بأمرك معلمتي. تفنون منيح. يلا شلون الوضع؟ والله هالبضاعة شكلها ممتازة. ايه والله هالبضاعة منيحة. خدي خبي هي. يلا هاتي بسرعة بسرعة. يلا يلا يا بنات كلكم معي، نحنا شو عم نعمل هون بالحديقة؟ عم نحمي الطبيعة. شو هالحكي هاد؟ ايه كنا عم نمزح، اكيد ما زعلت مني ما هيك؟ لا لا. ايه كيف الشغل؟ كله رواق ما شاء الله، كل شيء منيح، عم نشتغل بالورود. وليه هيك بيمسكوا الشتلة؟ ماسكتيها مثل العسكري الجديد اللي مو عرفان يمسك باروتو. مين علمني وليه؟ ولك حمارة انت، هيك بيتعاملوا مع الطبيعة؟ انتي؟ عزو عزو في شيء مانو منيح. شو هو؟ هاي اللي اسمها زيرين هددتني بمكتبها. شو قالت؟ طبعاً أنا ما قبلت ولا تنازلت، قالت لي حطي إيدك بإيدي. لك شو هالحكي ها؟ إيه عزو اسمعي، هالمرة بتعرف إنه نحنا هلأ تفرقنا وعم تحاول إنه توقعنا، عم تفهمي علي مو عزو؟ إيه فهمت عليكي. ليكي لو سمحتي رجعي مثل قبل، إذا وقعتي أنتي كلنا رح نوقع، فبترجاكي لا تضعفي. الله يخلي لي ياكي. عازو خلاص كل شي رح يتحسن يا روحي، لا تخافي تمام عازو؟ تمام. ساعدني يا رب. دينيس فيني فوت شوي؟
عقلي ما عم يستوعب. قلت أحسن ما أحكي مع حالي، بروح بحكي مع دينيس. لا تحكي شي دودو، بكفي. لا تحكي لو سمحتي، بعرف شو رح تقولي. لا تحكي. دينيس، انتي معك حق والله، قد ما حكيتي الموضوع واضح للكل. بس شوفي حالتنا هلا، روزجار راحت وجالي راحت، صرنا مننعد على الأصابع، وإذا ضلينا هيك مفرقين رح يخلصوا علينا يا أختي. تمام، قلي لي شو بدي أعمل. قلي لي دودو شو أعمل. ليك اسمعيني، لو منعرف هيك رح تكون النهاية. كانت عزراء وقتها حكت أكيد. ليك دينيس، فكري بالموضوع. أنا فكرت شوي وحسيت إنه عزراء مستحيل تأذي حدا عن قصد. أذتني لإلي، أذتني. أنتي ممكن تساوي هيك شي دودو؟ إذا غلطتي شي يوم وقتلتي شخص، أنتي بوقتها كنتي رح تقبلي يرموا التهمة على إنسان بريء وتشوفيه عم يدوب قدام عيونك كل هالوقت ببساطة؟ عزراء غلطت غلط كبير. ديني، مين ممكن يكون موجود بهيك مكان وما يغلط؟ بس أنا قلبي ما عم يتقبل هذا الغلط بنوب. يا أختي، السجن ما له مكان لنحاسب بحق. لازم نتعاون. اسمعي مني على القليلة، خلينا نحافظ على عائلتنا. أي ما بقدر. أقوى حدا موجود هون لمعلمة قدرات. أكيد أقوى حدا هي أنت، وما في حدا مثلك بالعالم. تحركي ولا نقبري فوتي. اكتبوا هذا كمان، هذا بفضل معلمتي قدرات. والله الكل رح يطير بالهواء. نقبري تضربي بهالموديل. وزعون مثل ما قلت لكم، لا تأمنوا لحدا وانتبهوا منيح. يلا هاتي، لا تشغلي بالك أبدا، امشي معي. لا في المصاري كمان، الحسير رجلي. شو مين انت يا حلو؟ اوه مين هالحلاوة معلمتي؟ يا عيني ما شاء الله عليك. اتعينت جديد واسمي ياز. شرفنا يا قبضاي. وانا قدرت. ياز مين انت وشو انت؟ من وين اجيت وليش اجيت لعنا؟ انا شخص بيفهمك فورا معلمتي. حلو، معناتها أنت بتعرفني منيح. وهل يخفى القمر؟ إذا احتجتي أي شيء أنا هون. حلو كتير. ليك كل هالبنات اللي شايفهم بيجوز تحتاجهم شي يوم يا حلو. مفهوم. دودو كيفة؟ شو الأخبار؟ خير، في شي؟ ما في شي، شفتكم متفرقين شوي عن بعض قلت بسألك. ليش هالسؤال؟ ملتم خانو؟ هيك عادي فضول. ايه بلا عادي، يعني بلا الفضول. نحن أخوات بالسجن، منتخانق منتصالح منضرب بعض منتباوس عادي. انتي ما عندك أخت؟ بلا. ها تعرفي المفروض الأخوات ما بيتفرقوا أبدا، خبريهم لا يتحمسوا كتير. عشو رح نتحمس؟ يا الله دخيلة، عم تحوم هون وهون لتشمشم أخبارنا على أساس أنا رح خبرك. ليش أحكي لك؟ بحكي للمكل زولا بحكي لك.